الرمز بانيا الوحدة يبقى أنه هكذا. اسمع مني يا اخي. تفضل تفضل. اشتي اقول لك انه انا ليس بيني وبين علي عبد الله صالح اي عداء شخصي، بيني وبينه وطن. انا اعبد الله الواحد الاحد الفرد الصمد ولا اعبد الاصنام. انا الوحده والوطن عندي عقيده مقدسه. انا السبب اللي بيني وبينه، يعني بيني وبينه هو الوطن، لاننا ولايتي هي للوطن وليس لاشخاص. وليس انا وصلت انا وهو في كثير واتصل لي ليلا وانا عضوا في مجلس النواب، وقال لي انت ضابط امن للرئيس. قلت لا عفوا، انا لست معك في نظامك، انا حميتك في بدايه ما طلعت، ولا كنت لا اعرف رغم انني اخذت عنك يعني انك اشتريت البيت اللي في قرش الدجاج من البنك المركزي طوالي، وعرفت انه هذا انه ما فيش في انظمه في العالم انه يصل وعده طالع ولا حتى وقودوه انتهى، يعني انه يشتري بيت من المال العام من المال العام. انا لست معك في النظام، انا وجدت من اجل اليمن، انا ضابط وجدت من اجل الشعب اليمني، من اجل اليمن لحراسه الحدود، لحراسه السياده اليمنيه، لحمايه الاموال والاعراض والارواح. انا مشغله فأدى الكلام فيما بيني وبينه. يعني ما قال لي أنت كلم من؟ قلت رئيس الجمهورية. قال ما برئيس الجمهورية بيده هذا الكلام، قلت بيده مال وسلاح وسلطة بإمكانيتها وسيكون لي الشرف، فمن أكون أمام الآلاف التي قد سحقتها؟ قال لي هكذا. وقلت سيكون لي الشرف عندما أنه تشرب التربة اليمنية من دمي، ويكون هذا هو الوسام الأخير اللي أنا أشتي. قال إذا الخلاف بينك هو الوطن. الوطن اختلف بيني أنا وهو، هو الوطن. أنا حبيت الوطن، قال كن معنا وأنت محافظا للذمار. ويحيى الرعي قد عيناه يعني محافظا لأبين وأنت محافظا للذمار، ويعني ماذا تريد مني؟ قلت لا الوطن. قال اترك لك الوطن. قل لي ماذا تريد مني أنا؟ قلت لا أريد منك الوطن، أريد منك أن تحب الوطن. قال كن معنا. قلت لن أكون معك. وأشياء كثيرة ما فيش داعي أن نحن نذكرها. طيب قبل أن نأتي إلى سلسلة الاغتيالات والمقابر الجماعية السرية، برأيك الآن قبل أيام يوم الأحد احتفل اليمنيون بعيد الوحدة اليمنية في صورة رائعة جدا، لأول مرة أشعر بالوحدة والانتماء للوطن وبالعلم الجمهوري والنشيد الوطني، ورأينا تآلف الشعب كله، وبالأخير فرحنا واستبشرنا بأن الرئيس علي عبد الله صالح سيوقع المبادرة ويصل الزياني، وبالأخير يحبث الزياني في سفارة الإمارات مع سفراء بعض الدول الخليج وأمريكا والاتحاد الأوروبي، ثم بالأخير يرفض التوقيع على المبادرة. برأيك وأنت عميد ولا خبرة سياسية، لماذا رفض الرئيس التوقيع على المبادرة وهو الذي طلبها؟ أشتي أقول لك الرجل هذا أنا أعرف أنه لن يوقع، وأعرف يعني أفكاره بطبعه أنا قلت أنه يحب الأموات ويكره الأحياء، بطبعه أنه لا يرضى عن أي اتفاق. تتفق حتى لو اتفقت معه يعني في نفس اللحظة وتخرج من الباب يعني ينقلب عليه، لأنه يعني هو يرفض كل، يعتبر أن اليمن هذا أنه الوطن، وأن هذا الوطن في أنا زي ما قلت في بداية كلام أنه مملكته، أنها حديقته، أنها ظل أغنام، أنها ظل أتباع، أنه أنا اللي أتصرف، أنه أنا صاحب، فكيف أوقع على حقي على ممتلكاتي أكثر من ما شخص يملك بيت؟ هذا يعتبر أنه هذا حق الشعب اليمني كله، يذبح من يريد. هو أنا هو شوف أنا قلت لك يعني أنه إيش يتسلى بالأموات ويتسلى بالدماء ويلعب بها وبالرؤوس، لأنه الرجل سيكولوجي وطبيعته يحب الأموات ويحب الأموات لأنه ويسبح على الدماء ويكره الأحياء، ولذلك يعتبر أن هذه من ماله الخاص، من حق الشخص. حتى الشخص الذي يملك لابد ما أنه يقع يعني نفسه طويل في التعامل مع الآخر، لكن ذا لا ما عندهش نفس طويل، ما عنده حتى السياسة، لأنه ناقصه السياسة، ناقصه الإدارة، ناقصه الثقافة، ناقصه الاقتصاد، ناقصه العلم، ما عنده شيء. أنا وحدي من هو اللي أتى بالوحدة؟ هو اللي أتى بالوحدة زي ما يتكلمه يتشدق أنه صاحب الوحدة، لا، في هناك الوحدة أتى بها الشعب اليمني، وهناك اتفاقية طرابلس يعني واتفاقية الجزائر واتفاقية القاهرة واتفاقية الكويت، وكان الشهيد
الذي إبراهيم محمد الحمدي الذي خسرته اليمن وخسره الوطن وخسر الشعب اليمني، صاحب الحداثة، صاحب بناء الدولة، هذا الشخص النزيه يعني كان سيعلم بها قبل، يعني قبل ما يقتل بثلاث سبقوه فقتلوه قبل ما ينزل لعدنه ويعلم بها، وهذا ما له أي شكل. والذي أتى بها برضو الذي طلب أن تكون وحدة اندماجية فورية مع علي عبد الله صالح هو غير علي عبد الله صالح، هو كان له شرف الحضور فقط، لم يكن علي عبد الله صالح هو اللي يعلم بها، نزل من هنا بوفد وكان هنا يشتي ومعه وفد وفي برنامجه أنه الوحدة تأتي بعد سنتين وحدة فيدرالية فدرالية وبعد سنتين ووصل لعدن وإذا بهم يطالبوا وحدة فدرالية بعد سنة لكن أثناء ما أنه لم يتفقوا لأنه كونفدرالية حولها فحولها إلى وحدة كونفدرالية لأنه زعل للما برنامجهم زي ما أن اللهم أنهم قالوا بعد سنة حولها إلى وحدة كونفدرالية. عفوا أثناء ما أقول لك أنه أثناء ما أنه أخذ أداتي ولم يتفقوا وتحركت الطيران ووصل لها بعدا وكان علي سالم البيض معه يعني فوق السيارة وبينهم شخصيات من وفدنا من الشمال من الوفد الشمال إلى وفد المحافظات الجنوبية زي ما احنا نسمى تمام، وقال له ما رأيك هذا كلام علي سالم، قال له ما رأيك يا أخ علي ما رأيك أن احنا أنا وأنت نعلنها وحدة اندماجية فورية تمام مقرونة بالديمقراطية، قال له أنا موافق علي صالح أنا موافق لكن علي شرط أنا أكون رئيس، علي سالم قال أنا وأنا موافق أن تكون رئيس بس لي شرط أن نقرنها بالديمقراطية وأن تكون لها فترة انتقالية وبعدها انتخابات حرة شريفة ونزيهة يعني هذا كان الشرط، قال له أنا موافق. ماذا قال مجاهد المرحوم مجاهد أبو شوارب ماذا قال بعد ما أنه يعني بعد الاتفاق ما قال له علي صالح، قال الله سينتقم منك يا علي صالح يا علي عبد الله صالح إذا خنت هذا الرجل العاطفي الذي سلم دولة وأرض وإنسان ولواء لك طوالي وبراحة نفسية من حبه لليمن، وهو ضحك. ولماذا قتل؟ وأنا أقول لك لماذا تم اغتيال مجاهد لهذا السبب والسبب الآخر، لأنه هو الوالد الشيخ سنان أبو لحوم يعني أثناء ما كانوا الوفد لعدن يعني فعلوا له رسالة في الصلح أنه يحمل علي عبد الله صالح مسألة الحرب اللي ستقوم ومسألة الدماء وهو المسؤول لأنه عرفوا أنه سفاك دماء. ولماذا قال له هكذا في شان الوحدة؟ يعني قال له أنه الكلام يعني بالكلام الأول اللي يقول لماذا قال له بهذا؟ لأنه يعرف الرجل يتقلب، أنت سألتني عن طبق لأنه يتقلب. أنا أدعو من هذا المنبر أدعو علي سالم أن يترك كلمة الانفصال وأن يترك فك الارتباط وأن يسخر قناته يسمها قناة الثورة أو قناة، أنا أعتبر سهيل هي قناة الثورة فهذا يعتبرها قناة التغيير يعني ويهدي بها لساحات التغيير وأن ينضم إلى الشباب. أنا أعرف أنه موجود لكن يترك الكلام والوجع والرجال يعني يعمل يعني زي ما قال الزبيري المرحومة النعمان كفكفك الدمع واكتفي بالعزاء، فما في الوقت فما في الحرب وقت إلا البكاء. طيب العميد عثمان يعني هل تتوقع أن الرئيس يسعى لحرب لإشعال حرب أهلية في اليمن؟ هو ليس له الآن أي ورقة لكن هو يسعى، لكن أنا أقول لعلي عبد الله صالح من منبر السهيل أنا أعتبر يعني من منبر سهيل ما اللي هي الذي هي لسان الثورة هذه الذي لها يعني يد طويلة واستطاعت أن توصل وتسمع الناس ماذا يعمل علي عبد الله صالح؟ يعني أنا أقول لك يعني أنه الحرب الذي يريد أن يشنها لن تستمر أكثر من 4 ساعات وسيتم القبض على علي عبد الله صالح لأنه الشباب في ساحة التغيير قادرين على بالمسيرات السلمية والحفاظ على المؤسسات قادرين أن يسقطوا في خلال 4 ساعات وقادرين هو يريد أن حرب أهلية. لا هو حاول الآن أين المعسكرات الذي كثير من المعسكرات ضمت وهو من بقي مع علي عبد الله حتى من وحدة الحرس الخاص والأمن المركزي والأمن المركزي نعم. وحبسوا قبل أمس 3000
في الأمن المركزي كانوا على طريق الأنظار، ومجموعة من ضباط النجدة حبسوهم، كثير من الوحدات العسكرية في القوات الخاصة ضمت، مثل معسكر يافا، مثل معسكرة الحبيلين، مثل معسكر نه، مثل معسكر الأرحاب، مثل المعسكر اللي فين الحيمة، كم عدد لك يا أخي، كم كل الدنيا لم يبقى مع علي صالح شيء، لم يبقى معه شيء، يعني الحرب لن تقوم. وأنا أقول لك أنه هو يحاول، صحيح أنه يحاول لكن لن ينتصر، ولن صحيح أن احنا نشوف نزعل على يعني نتألم على قطرة، كل قطرة دم يعني تسفك من شباب الثورة، من كل يمني بريء، من كل اليمنيين أيا كانوا، سواء في القوات المسلحة أو الأمن أو في عند المواطنين، فكلهم أبناء وطن واحد، وكل قطرة دم وسيحاسب عليها، وسيحاسب عليها، وكل قطرة دم تساوي مليون مثل علي عبد الله صالح، لأنها سفكت من عجز الشعب. طيب فندم عثمان، يعني هل أستطيع أن أقول أن الرئيس فقد كل شيء؟ فقد كل شيء. طيب دائما أسمع الرئيس يتكلم عن الانقلابيون وناهب الأراضي وأصحاب السوابق، يعني أنتم انقلابيون أصلا؟ شوف هو دائما إذا أردت أن تعرف علي عبد الله صالح اعرفه من لفظه، إذا قال الخونف اعرف أنه خائن زي ما قلت سابقا، إذا قال العمالة فهو عميل، الآن ظهر أنه حتى عميل لإسرائيل علي عبد الله صالح. أنا أدل لك أنه الشيخ المرحوم الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر من الذي أوحى للمخابرات الإسرائيلية أن تقتله؟ ما مصلحة الرئيس في ذلك؟ هذا كلام خطير. علي عبد الله صالح هو لا يهمه في سياسته أنه يبقى شخص، لأنه يريد أن يمهد أمام أولاده وأمام نفسه وينهي كل شخصية وطنية. ولماذا قام الحرب في صعدة؟ عندك 8 حروب شنها، لماذا قومها؟ 6 حروب في صعدة، 6 حروب واثنين حربين في الجنوب الانتقام لابراهيم لاحمد الغشمي. ايوه يعني صارت منها كم 150 الف شهيد في اليمن من وقت ما تولي علي عبد الله صالح خلال 3 سنوات، 50 الف ما يعني مفقودين. اما الملايين فقد تشردت في دول الخليج من اليمن هربا من علي عبد الله صالح، وفي اوروبا وفي امريكا هربا من ظلم علي عبد الله صالح وجبروت علي عبد الله صالح. هذا اللي تقول لي اي ديمقراطيه هذا الرجل يتكلم عنه؟ دائما ما يقول انه اذا قال شيء اعرف انه سيعمل العكس، اذا قال خونه فهو الخير، اذا قال عميل فهو العميل، اذا قال خاينه فهو الخاين، اذا قال هو يتكلم عن سيادته عن شخصيته كل شيء مشخصا في علي عبد الله صالح، انه هو كل شيء.